السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبد التك. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا داك الاكزيرسيس اللي قلت لكم في الحصة الفايتة. وعدتكم بأنني غادي نخدموا واحد الاكزيرسيس كيتعلق بترانسفورماتور مونوفازي بارفي، وهذا هو الاكزيرسيس ديالنا. إذا أول حاجة غتقوموا بها هو أنكم غتوقفوا الفيديو وغدوا تجاوبوا على هاد التمرين هذا في الدفاتر ديالكم، ومن بعد شوفوا واش داكشي اللي درتو غيكون متوافق مع التصحيح هذا. اذا هنا الاكزيرسيس ديالنا شنو كيقول؟ اون ان ترانسفورماتور مونوفازي بارفي دو كاركتيريستيك سويفون، يو ان يعني طونسيون ديال بريمير كتساوي 220 فولت، يو دو طونسيون ديال سكوندير كتساوي 24 فولت، la fréquence est 50 Hz, LS, yani la puissance apparente est 60 VA, la section de cuivre, yani la section de les fils, les enroulements, est 100 cm cube. Le champ magnétique B est égal à 1,6 Tesla. Ce est qui veut calculer le nombre de spires N1 en primaire. السؤال الثاني كيقول كالكولي نومبر دو سبير ان دو اون سكوندير. السؤال الثالث كالكولي لو كورون اي ان ديال البريمير. السؤال الرابع كيقول كالكولي لو كورون او سكوندير اي 2. والسؤال الخامس كالكولي لا بويسونس اكتيف اي رياكتيف ابسوربي بار لو بريمير لورسك لو سكوندير ديبيت دون ان ريسيبتور اندكتيف ان كورون اي 2 دو 2,5 امبير اي كوت بي اي تي غالا 0.8. اذا غنبداو بالسؤال الاول، وغتسمحوا لي هنايا على الكتابه غتكون عيانه شي شويه، باش غنبدا نكتب غير في هاد لابليكاسيون. اذا باش نجاوبوا على السؤال الاول طلبوا منا ان ان، وعطاونا في المعطيات بي و اس و يو ان. يعني اول حاجه غادي نفكروا فيها هي لا فورميل ديال بوشرى، يعني السؤال الاول غنستخدمو فيه لا فورميل ديال بوشرى. اذا هنايا دابخي لا فورميل دو بوشرى قلنا U1 اتيغال ا 4,44 F B N 1 fois S. يعني إلا بغينا نجبدو N 1 من هنايا، N 1 اش كتساوي؟ N 1 كتساوي U 1 مقسوم على 4.44 F B S. غنديرو دابا لابليكاسيون نيميريك. N1 est égal U1 هي 220 فولت مقسوم على 4.44 مضروب F هي 50 هرتز مضروب في B هي 1.6 و S هي 6 سنتيمتر كوب، ولكن خصنا نحولوها للمتر كوب. غندير 6 خصنا نضربها في 10 أس ناقص 4 باش تولي لينا بالمتر كوب. وهنايا فين كيغلطوا الدراري بزاف، خصكم ترجعوا للوحده الاصليه ديال كل غروندور، نضرب 6 نضرب 10 اس ناقص 4. اذا هاد لا فالور كتعطينا 1032 سبير. ندوز دابا للسؤال الثاني، كالكولي نومبر دو سبير ان 2. هنايا الا بغينا نجاوبو على السؤال الثاني على ان 2 غادي نمشيو من الرابور دو ترانسفورماسيون، يعني نختصر الطريق شي شويه. عندنا الرابور دو ترانسفورماسيون ام اش كيساوي؟ كيساوي اي 2 مقسوم على اي 1 كتساوي ان 2 على ان 1. يعني ان 2 يساوي اي 2 فوا ان 1
مقسوم على اي ان. اذا ان 2 كتساوي الى درتو لابليكاسيون نيميريك، اذا ان 2 كتساوي اي 2 هي 24 فوا ان 1 هي 1032 مقسوم على اي 1 هي 220. اذا هاد الى درتو هاد العمليه تعطيكم ان 2 كتساوي 112 سبير. السؤال الثالث قال لي كالكولي لو كورون او بريمير اي 1. اذا باش نكالكوليو لو كورون اي 1 غنكالكوليو من انطلاقا من لا بويسونس ابارونت اس. عندنا اس كتساوي S1 كتساوي S2. علاش؟ حيتاش عندنا لو ترانسفورماتور اي بارفي، يعني ما كاينينش لي بير. ملي ما كيكونش لي بير كيكون عندنا S كتساوي S1 كتساوي S2، وحنا بغينا اي 1، يعني S1 كتساوي U1 S كتساوي U1 فوا اي 1، يعني ان اي 1 كيساوي اس مقسوم على اي 1. اذا درنا لابليكاسيون نيميري كتعطينا باللي اي 1 كتساوي اس هي 60 في مقسوم على اي 1 هي 220، تخرج لينا بلي اي ان كتساوي 0.27 امبير. وبنفس الطريقه غادي نجاوبو على السؤال الرابع اللي كيكون اللي فيه ان كالكولي لو كورون او سكوندير اي 2. يعني عندنا اس كتساوي اي 2 فوا اي 2، يعني ان اي 2 كتساوي اس على اي 2. الى درتو لابليكاسيون نيميريك تخرج لكم اي 2 كتساوي 2.5 امبير. بالنسبه للسؤال الخامس قال لي كالكولي la puissance active et réactive absorbée par le primaire lorsque le secondaire débite dans un récepteur inductif un courant I2 de 2,5 ampères et cos phi est égal à 0,8. On a calculé la puissance absorbée, yani la puissance active ou réactive, mais on a la charge inductive qui sort lina واحد le courant I2 qui est 2,5 او الكوس في ديال هذيك لاشار كيساوي 0.8. اذا باش نحسبوا هاد لا بويسونس ابسورفي خصنا العلاقه ديالها. اذا هنا عندنايا بي 2 كتساوي اي 2 فوا اي 2 كوس في اي 2 عندنا هي 220، اي 2 لو كورون اي 2 كيساوي 2.5 مضروب كوس في هي 0.8، يعني بي 2 كتساوي الى درنا لابليكاسيون نيميريك نلقاو بلي بي 2 كتساوي 48 واط. وبما ان عندنا ترانسفورماتور بارفي، يعني بي 2 كتساوي بي كتساوي بي 1. وكذلك بالنسبه لكي 2 ان كي 2 كتساوي اي 2 فوا اي 2 هنايا سينيس في. كيفاش غنجبدو هاد سينيس في؟ عندنا الكوس في كيساوي 0.8، خصنا نجبدو في هي الاولى عاد نجيبو سينيس في. باش نجبدو في كتساوي الكوس
موانزا ديال صفر فاصلة ديال صفر فاصلة تمنية. هنا في كتساوي كوس موانزان ديال صفر فاصلة تمنية، هتخرج لكم كتساوي صفر فاصلة أربعة وستين راديان. إذن السينيس في هي السينيس ديال صفر فاصلة أربعة وستين راديان، هتخرج كتساوي صفر فاصلة ستة. ندوزو دابا نحسبو ونديرو لابليكاسيون نيميريك. كي دو كتساوي اي دو هي 24 فوا اي دو هي 2.5 والسينيس في هي 0.6. كي دو غتخرج لينا كتساوي 36 فار بيان سيغ، الوحدة ديال بويسونس رياكتيف هي الفار. وبما ان ترانسفورماتور الي بارفي، يعني كي دو كتساوي كي ان كتساوي 36 فار. وهكذا كنكونو جاوبنا على كاع الاسئلة ديال هاد التمرين هذا، وغادي نكونو سالينا هاد الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي ندير فيه ترانسفورماتور ريال، يعني ترانسفورماتور افيك لي بيرت. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.